في آخر وطننا سؤال الحبيب. بيسأل، خرج الدكتور شملال عيسى في لقاءاته، والدكتور عادة تصريحاته مثيرة يعني، قال أنه يعني أكيد استمعت للتصريح يعني، قال أن الجهل من الشعب الكويتي اختيار نواب، ما بقول كلمة اللي قالها احتراما لكم يعني، وقال أغلب يعني النواب فاسدين، وهذا تأيد بهالكلمة ولا لا؟ أنا يعني أختلف معه جملة وتفصيلا. ما يصير يا دكتور وأنت تدرس العلوم السياسية وأنت تعلم الديمقراطية وأنت تربي على الفلسفة السياسية القائمة على التعدد والاحترام والتنوع في الآراء وتستخدم مثل هذه الألفاظ فقط لأنك تتبنى نظرة ليبرالية متطرفة وشايف الشارع في غالبيته محافظ يختلف معك؟ إذن يعني أنا بوجهة نظري هو متطرف في ليبراليته، والدليل أنه إقصائي. الليبرالية الحقيقية تقوم على احتضان الآراء المختلفة، هي حقيقة الليبرالية، هي الحريات. نعم. وهو يقوم لا بدور إقصائي، بتحريض على البرلمان، بمصادرة لرأي المواطنين وتخطيئ لهم. ويعني من الصادم أن شخص يدرس إخواننا وأبنائنا العلوم السياسية يتبنى مثل هذه الأفكار السياسية، يعني ما أعتبرها أفكار سياسية، مثل هذه الألفاظ الغير سياسية وغير أكاديمية، فشيء مفارقة ومرفوضة بلا شك. وأنا أعرف أن جزء كبير من الشارع الكويتي يرفضها، ولكن يعني نحن في بلد لدينا متسع كبير من الحريات والله الحمد. شوف هذا باب الحرية كلامه، يعني الألفاظ المفروض يوضع أمامها طوط يعني حتى لا. في استوديوهات البث، ولكن الأفكار العامة هو معجبة النتيجة ويخطئها، نختلف معه تماما وأعتبرها يعني كلام غير مقبول، ولكن يعني هو دائم التعبير عن هذا وليس شيء جديد أو مستجد يعني.